شنو كناكل في النهار باش نوجد راسي قبل الصيف؟ يلا ليتس جو. اول حاجه من بعد الورك اوت خديت البنان الثلجه ووجدت واحد الايس بانانا بروتين سموثي مع علاوه ديال الفيتنس بوتيك باش نعرق بروتينات. ناري بغيت ندير لكم داكشي زويون ساعه ما استقاتش. المهم كنشرب داك السموثي في الفطور، من بعد فوق الغداء طعت بزاف الخضوره خلطتهم وخشيتهم في الفران باش يطيبوا. بديت كنطيب في الكفته ريجيم باش نسوي واحد لو كالوري دبل تشيزبرغر. ناري شوفوا لي هادشي كي جا وانت راه لي ندوق داكشي وا جوال. المهم بغيت نمشي نصوب سناك، الساعه تجمعت عاوتاني وتخشيت في الوهم. مشيت ناخذ لي فروي في الثلاجه وقطعت في الفريز هي الاولى باش نعمر ديك الزلافه ونمشي نضربها على خاطري في لاتيراس. في العشاء وجدت واحد تشيكن فيجيتابل ووك، بديت كنقطع في الدجاج والخضوره، درت واحد العطريه واعره في الفيجيتابلز وخلطت كلشي مع الشطيحه والجود فايبس. خشيت داكشي كامل في الاير فراير وانتم شوفوا ليا كي جا. واو 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 داكشي زويون وسهل، واحد العشيه واعره. او شوف ما تزابيش.